يعني أخذت علم العفو. لقد حجزت لك ذكرة طن بالقلب الدماغ بانجليزي دي يا مرسي. انا افضل من نيويورك، افضل انا من اربيل. وشنو ده ابو قيثر؟ شنو دبي يا اخي؟ هسه غزوان ايش فيها دبي؟ عم يعرف دبي ما زرق ولا هذا. انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين.